الله العريبي مختارة، تعاونية الريحانة، منتوجات المجالية. احنا عندنا تعاونيتنا تتعدى لودك والتشطار الخليع، وعندنا الحقيقة مطالبات عليه ياسر فتبارك الله. كان طلبوا الناس من الداخل، كان مشوه نصدروه على حساب الداخل، كان مشوه لطنجن، مشوه لمراكش، منين تطلبنا الناس نمشوه لها. انا معي تعاونيات، اربع تعاونيات نعدلوا منتوجنا في بليده. معانا الناس الحمد لله، احنا 20 رقاش، كل تعاونيه فيها 5 رواقيش، ونعدلوا المنتوج ونصدروه. احنا غير ما زالت عندنا مشكله، احنا عارض شاركنا في معارض، شاركنا في معرض 4 دعياش في العرايش، شاركنا الحمد لله مرتين والله 3 في معرض مراكش، وشاركنا في معرض مكناس الفلاحه. ولكن كاينه واحد الحاجه بالنسبه له الفلاحه، كيعيطوا للناس اللي عندها لونصة هي اللي تقد تعرض. نحن ضريكات يا لونصة ما فتنا حصلنا عليها، ونطلبوا منهم يعاونونا ويوقفوا معانا الحقيقة على حساب المقر، ونبقوا مولي السلامة الصحية للناس. لودك أصلا نحن نعدلوه، ويعدلوا هماتنا ويعدلوا خالقنا، ومسلمات ما تخسر نهائيا. الناس الأولى كانت تتعدل وتعوم به لمدة طويلة، الحمد لله 5 عمان 6 عمان 7 عمان كانت الناس تعدلوا وتديروا في الجلد القرب. نين عود ضاق زمن الصيف، وزمن باط زمن الشتاء، والبل تعود نواعم، تقبض الناس وتعدل لودك، تعدل حتى الخليع. والناس كانت تقومه في الجلد باش ما يخسر. الضريك حالا ما تلاقي قد يقوم في الجلد، لان الناس ما هي عداله له، تديروا الناس في الجاج على حساب الجاج، وعنده مده الحمد لله ما يخسر. هو يعمل وفوت حتى 20 سنه ما عنده اي تاثير، ما يخسر عليه شيء لانه طبيعي وما عنده تاثير، وما يحتاج مثلا السلامه الصحيه. ولكن الناس ضريك عاد تختار الحقيقه السلامه الصحيه. وحنا طالبين من اصحاب الفلاحه جزاهم الله خير، احسن علينا وعليهم، وكان شكرهم وواقفين معانا وتعاونوا معانا على حساب التسويق ديال المنتوج، لانه ضروري بالسلامه الصحيه. ما نحن بالنسبه لاهل الصحراء والناس اللي تعرفوا، تعملوا دائما للدواء، وتعملوا مولي غذائي ما فيه اي ضرر ولا فيه، فتبارك الله. هي اهل الشيخ القويلية رئيس التعاونية ودي التمات. هذه المراد من هذه التعاونية ننجمون هذا الشيء كامل التقليدي، كيف لنفرض اسم ديال التعاونية اسمه ودي التمات، واد فيه الطلح، نجيبوا منه ذاك الورق، نعدلوا منه ان نشفوه ونصقلوه. هذه مولي التجمخت زينه في المعيده، وهذه التوقة زينه في السكر ما تخليه، وهذا كامل المواد اللي نعدلوا زينه، واللي زين في المعيده، واللي زين في السكر، واللي زين في الدسومه، زينه كامله ومفيده. والمفاد منها مولي التعاونيه نمشوا نعرضوا في المدن الثانيه، ونعرضوا في المعارض الوطنيه، نستافدوا منهم ويستافدوا منا ونبيعوا. وعليه الاقبال ذا كامل، نين يمشي تبارك الله، وحتى هون مولي ما شاء الله عليه الاقبال. هاي الصدره الخضراء ما تخلي اوراق، وهذا العلك زين ما يخلي مولي يقندي، وهذا الصوف المعيده فيها 100 عشبه وعشبه ما يخلي شيء في المعيده، وهذه الحميره زينه مولي في الاورام، وزينه في العينين وجميع الاورام اللي في الجسم، وهذا مولي معجون صحي يعدل في ياسر من الامراض، معجون صحي زين في ياسر من الامراض. وهذه توقة زينة للسكر، قلنا ما تخلي قاع ريحة السكر في البدن ولا في الجسم، هذه توقة. وهذا الصفوف فيه 100 عشبة وعشبة، وهذه القلية على كل حال ما يدارق على حد. حق الله يكمل بالخير إن شاء الله علينا وعليكم. وهذه الكمون، وهذه أم الناس، وهذه الدهنة نعدلها للروماتيزم، نعدلها من جميع الأعشاب. هي الدهنة ندير فيها 50 عشبة وما تخلي الروماتيزم، زين ندهن بها، نعدها انا في داري، نصنعها في داري ونعدلها، ما نقص بها بالثاني. هذا كامل نطحنه في داري، وعنده نجبره فيه مشقات، نمشي به نقصه برا البديه، ونجيبوه من البديه ونشفوه ونعد. وهذا القطف زين ما يخلي الامراض الشينه كامله، راعي القطف، هذا القطف ما يخلي الامراض الشينه، وزين يداوي كل شيء، يداوي البروده ويداوي الامراض الشينه، عاد كاع الناس تداوي به. والله هذه كامل لا شيء تقليدي ولا شيء مولي صحي، ما عنده اي ضرر ولا عنده شيء حاك.